انطلاقا من قيم زمن الصوم المقدس وتفعيل الشراكة مع الآخرين، أقامت مجموعة كشافة تيرا سانتا نسور المهدي في مدينة بيت لحم عشاء تقشفيا لأبناء الرعية، وذلك في مؤسسة العمل الكاثوليكي. وتخلل حفل العشاء الذي حضره الأب رامي عساكرية المرشد الروحي للمجموعة نشاطات روحية وألعاب وتقديم هدايا وجوائز ومسابقات. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بتنظيم من مجموعة كشافة تيرا سانتا نسور المهد وبمباركة كاهن الرعية الأب رامي عساكرية المرشد الروحي للمجموعة، نظمت المجموعة العشاء التقشفي المجاني السنوي في قاعة مؤسسة العمل الكاثوليكي في بيت لحم لأبناء الرعية وأهالي والأفراد والمنتسبين المجموعة والمساندين. ابتدأ الحفل بصلاة من الأب عساكرية حيث بارك الطعام الذي أعد من قبل الأفراد. تخلل الحفلة ألعاب وهدايا وينصيب نال إعجاب الحاضرين. ويعود ريع الحفل للعائلات المحتاجة في المدينة، وخصوصا نحن نعيش الزمن الأربعيني، زمن الصوم والصلاة والصدقة، هو زمن العطاء. اليوم بعد ما نصلينا للعالم أجمع ولكل الناس اللي بيطلبوا صلاتنا، عملنا كإشي معتاد بالرعية اللي بتنظمه الكشاف، وهو عشاء تقشفي. عشاء تقشفي هو لحظة منعيش المحبة في بعضنا البعض، نرجع نتواصل بعد انشغالات الحياة، وهذا هدف الصوم، أتقرب من الآخر وأفكر كمان بالفقير، لأنه حاجة. العشاء التقشفي هو كمان ريعه، مع أنه مجاني ولكن لعبة الطنبلة اللي فيه وغيره ريعها راح تكون لدعم الفقير في الرعية. فنحن بنشكر اللي نظموا العشاء هذا كلياته، بنتمنى أمسية سعيدة للكل، نتمنى هالصوم يكون صوم وقت بركة ونعمة وقداسة وتوبة على العالم أجمع، آمين. الهدف من وراء هذا العشاء أنه الكل يشعر مع الكل، لأنه زي ما حكينا إحنا في زمن الصوم الأربعيني، ومن أهداف الحركة الكشفية كمان والشغل اللي إحنا بنشتغل عليه إنه مساعدة الآخرين ونكون لجانب الآخرين. إحنا عم يعني في هاي اللحظات في طنبلة موجودة ورانا، ريع الطنبلة كلها والأمور كلها المادية اللي راح تطلع من وراء هذا النشاط راح تتوزع على العائلات المحتاجة اللي موجودة في البلد. فالعيش في هذا الزمن هو سعادة الآخرين من خلال هذه النشاطات التي تقام بلحظات مليئة بالفرح والحب والمشاركة معا والعيش كعائلة واحدة حول مائدة مباركة. طبعا احنا في الزمن الأربعيني مسوين عشاء تقشفي ودعين فيه لجميع أبناء الرعية عشان نتشارك هذا الخبز الأرضي، وذلك بعد مشاركتنا في تنظيم درب الصليب والقداس الإلهي في كنيسة القديسة كاترينا بعد مشاركة الخبز السماوي. وطبعا في الزمن الأربعيني بذكرنا في مشاركتنا للفقيرين بجميع الأشياء اللي نقدر نعطيها إلهم، مثل الأشياء المادية والأشياء المعنوية والوقت وغيره. وإحنا من منطلق هذا المبدأ ومبدأنا نحو الإنسان والآخرين عاملين هذا العشاء التقشفي لجميع الأبناء في رعيتنا لنتشارك مع بعض ونحتفل بهذا الزمن الأربعيني. طبعا احنا في الزمن الأربعيني متعودين نعمل نشاط دائما اللي هو عشاء التقشفي، وفي مخيماتنا احنا دائما بنعمل نشاطات في اي زمان. دائما احنا متعودين انه احنا بنشتغل بايدينا بشغلنا، ان كان لا بنجيب شيء من برا ولا شيء، كلياتنا بنساعد بعض، القاده بيساعدوا بعض، افرادنا بيساعدونا، كل شيء بشغل ايدينا، ما بنجيب شيء من برا، لانه الكشاف احنا دائما مقتصد، احنا بنعتمد على نفسنا. وكل عام وانتم بخير. فالكشاف ليس فقط للاستعراضات الكشفية في المناسبات والأعياد، بل هو عطاء بلا حدود، لأن الكشاف متطوع في خدمة وتنمية المجتمع ويتبع نهج الخدمة نحو الله والوطن والإنسان.
للنرسات مارلين الحدوة من مؤسسة العمل الكاثوليكي بيت لحم.